أنا نور الدين من ألمانيا، فيديوهاتنا بكل الألوان ولعشاق الشوكولاتة. اليوم تكرم عيونكم مثل حكايتي، أنا كثير بحب الشوكولاتة. شوكولاتة كيتو دايت تخطر على بال؟ ثلاث قطع شوكولاتة دايت، هي 85 فيها 85% فيها كاكاو وما فوق طبعا. بدي ثلاث قطع من هاي، القطعة تقريبا 100 جرام أو 125 جرام. أكسرهم بهذا الشكل. سكر إريثريتول أو ستيفيا حسب الرغبة، زيت جوز الهند ملعقة كبيرة إلى المايكرويف لحتى يذوبوا، أو تحبوا بحمام بخاري يعني ممكن تذوبوهم بيمشي. هيك صارت جاهزة، بس بدي لحتى أذوب في قدر كيتو. شايفين القوام ما أحلى. هلا بدي أوزع على قوالب الكب كيك، أو اللي عنده قوالب شوكولاتة جاهزة السيليكون يعني بيحط عليها أخذ تسع قوالب كب كيك. هلا بدي أحط الحشوة اللي بتحبوها اللي بتيجي على بالكم. أنا جربتها مع الفستق الحلبي كثير طيبة، أنا أنصحكم تجربوها. طبعا بحبوا شو ما بدكم حطوا، أنتوا حطوا الكمية اللي تناسب. أنا وزعت وحطيت كمية حلوة كثير كويسة. هذا الطبق طبعا سبيشال ومميز لعشاق الشوكولاتة اللي هم مثل حكايتي، بس أوزعهم بهالطريقة هاي وأحاول أغطيهم وبيكون ألذ. هذا بيفوت على الفريزر لمدة على الأقل 3 ساعات وبعدها بينحط بالبراد العادي. وصحة وألذ.